الحقيقة أنه مهما قلت ومهما قال القائلون في تحليل هذه التطورات وهذه الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السعودية والإمارات ومن تبعهما، فإننا نبقى جميعا مندهشين ومستغربين لهذه القرارات المبالغة في الغلو وفي العداء. لكن مع ذلك أنا شخصيا أتابع هذا الموضوع ليس بهذه الدرجة من سنين طويلة، وأعرف أن جذور المشكل تعود إلى حين قام الأمير السابق لقطر بتنحية والده الذي كان تابعاً تبعية تامة للسعودية. فمنذ ذلك الوقت نشأت تقريباً خصومة وحساسية شديدة بين السعودية وحمد بن خليفة، وبقي ذلك متواصلاً. والمحطة الثانية في هذه الخصومة بين قطر والسعودية بالدرجة الأولى كانت هي ظهور قناة الجزيرة. قناة الجزيرة كانت كائنا جديدا، وكانت كما سميت وافدا جديدا في الساحة السياسية، في الساحة الخليجية، في الساحة العربية. بالإجمال الجزيرة شكلت تحولا كبيرا في الإعلام العربي وطريقة تعامله. فالجزيرة بدأت يعني بحسب ما يمكن في تجاوز بعض ما يعتبر خطوطا حمراء أو كذا، تتحدث بمصداقية ومراسلون من عين المكان وقدر من الحرية في التعبير وتحقيقات. فشكلت الجزيرة أيضا نقطة خلاف وشكوى من السعودية ومن غيرها من دول الخليج. بعد ذلك جاء الربيع العربي. الربيع العربي كما هو معلوم قطر ساندته بشكل أو بآخر، وساندته بالخصوص إعلاميا عبر الجزيرة. والجزيرة الآن ليست قناة، الجزيرة مجموعة قنوات. فبصفة عامة الجزيرة وقفت مع الربيع العربي وتابعت أحداثه، وربما أسهمت في تحريك الجمهور هنا وهناك. هذه نقطة كبيرة أيضا، تطور كبير حصل. فإذا تراكمت وتصاعدت شكاوى الخليجية والسعودية بصفة خاصة، وأدت سنة 2014 إلى ما هو معروف سحب السفراء وضغوط شبيهة ولكنها أقل بكثير مما وقع الآن. ثم عادت بعض الوساطات الكويتية وغيرها لتخفف وتهدئ من الوضع، ووقع نوع من التفاهم والتصالح، وكفت الجزيرة عن التطرق إلى السعودية وخففت لهجتها تجاه الانقلاب في مصر. لكن كل هذا لم يكن كافيا في نظر السعوديين والإماراتيين. هم يريدون الإجهاز التام والتصفية الكاملة لكل حراك، لكل صوت معارض وناقد. فيبدو أنهم ضاقوا ذرعا فانفجروا وقرروا هذا الهجوم الشرس الشامل على قطر. لا أعتقد أن الجماعة قد فعل ما يمكن. نعم كان هناك توجس وتوقع من اجتياح عسكري سعودي إماراتي، سعودي بالدرجة الأولى، لكن هذا الاحتمال أبطلته تركيا في اليوم الأول، ففعلت اتفاقية قديمة بينها وبين قطر، اتفاقية للدفاع المشترك، فسقط في أيديهم. هذا الاحتمال لم يعد واردا. والحصار الاقتصادي والإعلامي إلى آخره كما هو معروف بدأ من اليوم الأول بأقصى ما يستطيع. ليس هناك شيء يمكن زيادته. كان من الممكن الاجتياح العسكري، هذا أيضا بطلة. فلم يبقى أمامهم إلا نوع من التراجع، وقد بدأت بعض التراجعات. فأنا لا أعتقد أن بإمكانهم، لو كان بإمكانهم أن يفعلوا شيئا أكثر لتوقعناه. لكن أعتقد أن الهجوم على قطر
بلغ أوجه والآن هو في حالة انحسار وتراجع. حتى رأيت بعض المحللين من يعتبرون أن قطر الآن تحاصر هذه الدول وتحاصر السعودية والإمارات سياسيا وإعلاميا وأخلاقيا عبر العالم، فإذا لا يتوقع شيء أسوأ من الذي وقع. تابعت تجربة سنة 2014، فعلا قطر لينت من بعض مواقفها بشكل هامشي ومحدود كما كان يلاحظ، فالجزيرة خففت حتى تجاه مصر، وأغلقت قناة الجزيرة مصر مباشر، وطردت بعض العناصر من الإخوان المسلمين من مصر ورحلوا إلى تركيا، وذهب موفد قطري إلى السيسي بصحبة مسؤول سعودي لإظهار الصلح أمام الكاميرات. هذه أمور أتوقع لا مانع عند قطر أن تفعل شيئا من هذا لحفظ ماء وجه الآخرين. ممكن بعض التغييرات الظرفية والمحدودة، ولكن لا أتوقع تغيرا جوهريا، لأن التغير الجوهري الآن معلن، السعودية تعلنه، طرد حماس، طرد الإخوان المسلمين، إغلاق الجزيرة. هذه الأمور أظنها من قبيل المستحيلات.